وقت قد ايه؟ واخده وقت قد ايه عشان ساعه عشان تيجي سفر يعني؟ طب ما هوتش انا جاي 3 ساعات يعني حضرتك من المشاهدين بس دموعك دي دموع حد يعرفه كويس دموع حد من اسرته عشان كان الحته بتاع اخويا وكان اسلوبه حلو وكان طريقه حلوه فيهم صور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا بنعزيك في البدايه يا فندم طبعا وعايزين حضرتك تتكلم عن الاستاذ وائل ابراهيم. نعزي نفسنا كاعلاميين. احنا كاعلاميين نعزي نفسنا. لان الاعلام كله كل اللي فيه